ننتقل لمادتنا التالية، أتقنت صهر الزجاج لأكثر من 20 سنة. دائما متعودين هذه المهن يكون فيها الرجل، لكن اليوم عم نشوف حالة مختلفة ولسنوات طويلة في هذا العمل مع لمسة أنثوية. نعتز ونفتخر دائما بالنساء المنتجات بطريقة جدا جميلة ومتقنة ومبدعة. معنا الست أكيد لما كوكش، يسعد صباحك. صباح الخير. حضرتك تشتغلي لأكثر من 20 سنة بالصهر على زجاج، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أنا بالأصل خزافة، بعدين أول طلعة طلعناها على إسبانيا لفت نظري هذا الفن، وكان جديد كثير على سوريا، يعني ما كنت شايفة منه بسوريا. نعم. فهيك كفضول بلشت تابعه، اقتني منه، بعدين درسته دراسة أكاديمية، وبلشت أشتغل فيه وأعمل التجارب لبين ما طلع معي هالنتائج اللي أنا رضيت عنها. يعني كنتي بإسبانيا لفتك صهر الزجاج وجبتي هذا الفن لسوريا لبلدك، خبرينا كيف كانت البداية بالنسبة لك، كيف بلشتي بصهر الزجاج؟ عنا نماذج هلأ بنحكي عنها. تمام. هلأ البداية هو له بريق وشفافية حلوة كتير وألوانه جميلة، وهو مختلف عن الرسم اللي متعارف عليه من زمان وإلى آخره. بس نحن دولة وبلد عريقة بالزجاج من 7000 سنة، من وقت الفينيقيين. صحيح. فنحن دائما لنا علاقة حلوة مع الزجاج كسوريين. بريقه الشفافية، الألوان لفتت نظري. بلشت أعمل تجارب عليه، وخاصة أنه اللي كانت عم تدرسني أو تعلمني هي بريطانية، كانت في إسبانيا ساكنة وهي خزافة. لأنه لازم، مو لازم، الأفضل أنه تكوني أنت خزافة تعملي القوالب بإيدك حتى تبدعي القالب وتشتغلي عليه، بعدين ما تحتاجي حدا تاني. هي ألواح زجاجية، أهم شيء الحالة الكيميائية فيها أنه يكون نفس الخواص الكيميائية والفيزيائية، أنه ما يتقلص شيء ويتمدد قبل، لأنه بيصير تكسير، لأنه بدهم كذا يوم بالفرن، تخمير، تبريد، مشان ما يكون شد وتقلص ويتكسر الألواح الزجاجية. عم شوف بعض، فينا نقول، المقتنيات صهر على الزجاج هلأ شايفين هذا مثل لمبادير صغير، بحط بقلبه شمعة بس ما مبينة هلأ كثير، بس لا الإضاءة هلأ مبينة على طاولة أكل، على طاولة وسط، بين يعني بين إذا عندك عزيمة كورنر، عم يكون لطيف لأنه بيظهر ألوان. بس جميل، أنا نشوف سيدة شفافية تشتغل في هذا المجال. هلأ والله متعب ومزعج، لأنه متعب وبده ضغط، لأنه الآلات كلها حادة، فبتلاقي دائما مجرحين إيه ماشي الحال. بس هلأ عندي أنا مشكلة بالمواد، يعني أنا كانت المواد لقبل سنتين ثلاثة متوفرة، هلأ خفت، فأنا بجيب معي من إسبانيا بقطعهم صغار صغار، بغلفهم بشحن معي، صرت إيطاليا، المورانو، شيء مثل ما شايفة بالصحن دخلت طباعة، ممكن أنا دخل طباعة حرارية مع الإزاز تماما، الفضي هي الوردة أو شيء، وبحط قطع الإزاز كله، يعني أنا بقطع من الألواح الكبيرة الديزاينات، تمام، الديزاينات اللي بدي إياها، بعمل القوالب اللي أنا مثلا بدي صحن، بدي جاط، بعمل السقفة طبعا، بعمل بوهاب، بعمل بارتيشنز بين غرفتين، يعني توسع هذا العمل لصار مساحاته أكبر. يعني أنا لفتتني هي التحفة نور، مبينة أنه مثل كأنه شيء مكسور بس مزين، هي تكوين هي فكتير حلوة وموديلها غريب يعني، وعم فيها محاولات بسيطة محلية لإعادة تدوير حتى الإزاز، فهي فكرة من الأفكار لكن هي بتقنية عالية. صح. خبرينا كمان هي الأفكار كيف عم تقدري تصمم، يعني تصميم لسه هو بده 50% من العمل. صح صح. هلأ التصميم أنت كتر عينك ما بتشوف وبتتابعي وبتشوفي متاحف وبتشوفي حضارة قديمة وحضارة جديدة وفن قديم وفن جديد، فأنت بصير عندك مخزون بصري بداخل راسك. وقت بتبلشي بدك تشتغلي الشغلة،
ممكن انت تساويها بهالشكل، رد تلاقي انه لا هذا الشكل ممكن احلى، فانت بتتصرفي فيها. هذا التكوين بياخذ 3 مراحل لانه اول مرحله مسطحات، بحط الالوان بظبطها بدوبها، بعدها بقى ببلش شكل التشكيل اللي بدي اياه. الشغل ماله يعني ماله سهل ابدا. قد بتاخذ هيك قطع معك وقت؟ هلا بالشوي شي 3 ايام بين ما علي الحراره ورد خمر ورد برد ورد طلعها، بس كشغل 3-4 ساعات. بس يحتاج الى وقت رد فعل الناس وقت على وقت الافران هي اكثر كمان. أكتر شيء. رد الفعل الناس بالبدايه، نحن عم نحكي عن عمر هلا يعني اول ما بلشت بال 2003 4 كله يقولوا لي صيني، لا مو صيني، هو هذا ماله آلي، هو هذا فني يدوي، وانا لحالي بشتغل يعني ما عندك حدا وما بدي بيعاوني. اتجاه تجاري يعني بساوي لوحات فنيه بساوي فن تشكيلي، عم شوفها على الشاشه بعد اللوحات الفنيه، بساوي فن تشكيلي، بساوي لوحات فنيه، يعني بحر واسع هو، بس انا متجهه للفن التشكيلي والتطبيقي اكثر. تطبيقي يعني صحون، ممكن جاطات، ممكن شيء استعمالي بالمنزل يعني. بسوريا شاركتي بمعارض او بازارات لتنشري يمكن فن صهر الزجاج بطريقه خلينا نقول فنيه؟ لانه انا عم شوف الصور عم حس فيها لمسه فنيه احترافيه، ما انه بس مجرد صهر وتزيين مبدئي او محلي. فخبرينا هدول الاشياء اللي عم تشوفيها هي عباره عن تكوين متر ونص. في سيدة طلبت انه هي عاملة بالحيط حافرة وملبسة خشب وعاملة انارة وما بدها تمثال معين او لون خشب او لون معين، فانا كوني بشتغل بالمسطحات مو نفخ فحاولت ساوي لها تكوين اضافة لقاعدة خشب حلوة، طلع جميل كثير. بعمل هيك صناديق مثلا استعماليا حلوين كثير، هدول شجرات عيد الميلاد كثير، هدول الصحون يعني كثير، هو بحر حلوين كثير يعني. انت هدول المواد الجديده اللي مثل الشلمون بجيبها معي من اوروبا وقت بروح، فاضافت نكهه هيك شوي تاتش حلوه. رد فعل الناس عفوا البازارات، اول ما اجيت بلشت اشتغل ببازارات بس بعدها صار البازار ما ياخذ منحى البازار، هو البازار للهاند ميد يعني لاي عمل يدوي، للحرف اليدويه، صار هو مثل محلات وفرصه ليعرضوا، فبطلت اشترك. انعرفت ما كان في ست تشتغل بمعمل دعبول وهاجرت على استراليا من اول الازمه، فهلا حاليا ما في غيري بسوريا بشتغل هذا الشغل. سعيدين فيكي وبنفتخر فيكي. خلينا نحكي واشرتي لنقطه، يعني نحن عم نقول صهر الزجاج يختلف، مشان هذا المغلوط عند الكل يختلف عن نفخ الزجاج. خلينا نحكي عن هذا الفرق للناس نبسطها اكثر. اوكي، نفخ الزجاج هي زجاج قديم مثل المعامل اللي في معمل باب شرقي في بلديه سليمانيه، بتصير مثل معجونه وبينفخوا بانبوبه معدن ما بتتجاوز حرارته ال 100 درجه مئويه. وبيحتاج وقت شوي مثل انا هي. ببلش بال 800 درجه مئويه. انا ليصير سائل تماما على ال 600 ليتشكل معي شلون بدي ساوي، فانا بعمل ديزاين وبعمل كل شيء بدي اياه بالحاضن اللي هو القالب اللي بدي اياه، وبلش ارفع حرارات وبلش اعمل تخمير. تخمير لهدي الحراره لحتى ما تسيح اكثر، لانه اذا بتركه فبصير مثل المي اخر شيء. وبعد التبريد له كمان حرفيه كثير كيف بدك تساوي. انا عباره عن قطع بلور مثل بلور هالطاوله، بس لازم يكون نفس الشركه نفس المواصفات الفيزيائيه والكيميائيه. كل الالوان يعني بجيب لون نيلي منه، الاحمر، الاخضر، ما بلون ولا لون، وبقصقص وبساوي الفكره اللي ببالي وبطبقها وببلش ارفع حرارات. فتخمير، تبريد الى اخره. ما فيني افتح الفرن دغري لانه بيطقطق. ما فيك تعمل عمليه دمج؟ نحن عم نحكي الدمج هي بدك شطاره بالحراره بقى على الممارسه، يعني هي على الممارسه. اللون الاحمر قد ايه بده حراره،
ليصير بهالشكل. اللون البني قديه الذهبي هي بدها تصير ممارسه. صار في هدر اول سنتين عندي اكوام هدر لانه كله يتكسر كله ما يطلع النتائج اللي انا بدي اياها. هي على الممارسه والخبره بدري. بتصير لحتى تاخذي. طيب انا بس بدي اسالك، هلا عندك كورنر او زاويه خاصه فيكي لتطبخي الازاز وخاصه يعني انه فرن عادي ولا له اجهزه خاصه؟ لا طبعا عندي 5 افران انا. عندي فرن تجارب صغير شي 60 ب 40. الفرن اللي بشتغل فيه 120 ب 100 الحجره الجوانيه. هيدروليك بيطلع سقفه لفوق. ومن برا كثير كبير فهو مخصص له مكان بجنينه ليتساوى. عندي مرسم اوتوستراد المزيل وعندي مرسم ثاني بالبيت لانه مو كل الاحيان انا بكون في مجال اني روح، فبالحديقه عامله وموزع على الافران فوين ما صح لي بشتغل وبساوي. طبعا في اكسسوار كثير ممكن يتساوى منه، هي وحده من الاكسسوارات. هي قطعه مورانو من ايطاليا دوبتها مع هالقطعة الإزاز وبتساويها. في عندك أسود، في نيلي، يعني يمكن أنا بعتي كم صورة من نون عم يمروا على الشاشة. إيه بس صعب لأنك تجيبي كل الأشياء. بس هو بحر يعني، في إكسسوارات، في حلق، في أساور، ممكن تساوي خواتم. كتير شغلة حلوة وجديدة وملفتة. المرة الجاية إن شاء الله بنكون معك ضمن الورشة نتعرف على هاي التفاصيل أكثر. خلينا نحكي لما نقول أنت الوحيدة التي تقومي بهذا العمل، بيكون عندك يمكن غيرة على هاي الحرفة وهي المهنة للحفاظ عليها، كيف يعني من خلال هل ممكن تدربي حدا؟ أنا قبل ما كنت وحيدة لأنه كان في معمل وكان في عمال، بس كانوا عم ياخذوا خط انتاج يعني 3000 قطعه من هالشغله. انا بتميز انه انا عم بشتغل حاله فنيه. فهي قطعه واحده من كل شغله. يعني انا ممكن ساوي لمباديرات بس ما بيطلع واحد مثل الثاني. بيطلع نفس الالوان بس كونه عم ساوي حاله فنيه وقطعه فنيه تطبيقيه او تشكيليه فهي مو لتطلع عدد. يعني بتحبي مثلا تعلمي حدا او ممكن يعني؟ هلا انا ما عندي مانع ابدا اعلم حدا او بيخطر ممكن بضمن مشاريعك القادمه؟ صعب ممكن، بس انا التعليم بده كثير شروط. اولا يكونوا كبار، ما يكون صغير، واعي لانه كثير بتجرح الايدين. لانه ادوات لقطع الازاز، ادوات كبيره، بده يكون صبور، اهم الماسه، القطع والحراره. بعدها يكون عنده الصبر اللي تفضلت فيه لحتى ينطر لتطلع القطعه. ما بتاخذي نتيجه فوريه. بدك تطولي بالك. يعني انا وقت بكون في خليني سميها قطع فنيه بالفنن، ما بصدق ليجي ثالث يوم لأحسن افتح شوف شو النتائج. لأنه إذا زادت الحرارة بيتحول اللون أوقات. يعني الأحمر بيصير بني. إذا أنت تركتيه أكثر، تركتيه أكثر بيصير مثل الإيماي، بتداخل ببعضه كلياته كلوحات. فحلو كثير انه كيف تسيطري عليه. اكيد. طب يمكن مثل ما قلنا انه الحاله هي حاله فنيه اكثر من انه هي مهنة يدوية أو حرفة يدوية، هي حالة فنية سهر الزجاج مع الشيء اللي عم تعمليه وتقدميه. قلتي لنا بالبداية إنه في سيدات عم يحبوا تعملي لهم ديكور، تشاركي بتصميم ديكور عبر سهر الزجاج. تمام. بتصاميم معينة. اليوم هل كمان ممكن يدخل سهر الزجاج بديكورات المنازل أو المكاتب بلمسة فنية جميلة تشهد؟ كمان هذا بنعتبره تطور عمراني أو لمسة فنية عمرانية. تمام. جميلة. طبعا في بيوت كتير استلمتها سويت الأسقفة مثل أسقف مستعارة وراها إضاءة. مع بواب الخشب، مع قطع مربعات نازلة ضمن الأبواب. يعني ممكن مهندس ديكوري اللي بدي هذا القياس بدي نزله بس انت شوفي الألوان. فبنشتغل عليه، بندخله، بنركبه على الباب. بعدين النوافذ، الأسقفة بين غرفتين، يعني انت الإضاءة الخارجية بتضفي جمال كثير على القطعة الفنية. ولونية الإزاز بتلعب دور وقت بيكون إضاءة الشمس غير إضاءة الضوء. فأنا بين مطبخ مثلا وأوضة قاعدة، بين غرف نوم، كوريدور،
كثير بحر يعني بالديكور كثير بالحمامات بيدخل بيتساوى سيراميك زجاجي. يمكن الناس هلا ميالين يعني عم نشوف اغلب الناس على الديكورات مياله للحرف اليدويه عم نشوف طبعاً. بطريقه هيك يمكن باخر السنوات في اتجاه كثير كبير. هلا دائما الانسان دائما يعني عنده توق وشوق للشيء الجديد صح. يعني انه السيراميك كل الناس حطت سيراميك الارضيات الاسقفه فوقت بتلاقي شغله جديده انت مختلفة. عم تفوت لك ضوء عم تفوت نور مع الوان حلوه وعطتك عزل يعني انت اذا الهدف انه ما تنشافي من برا فهي حققت لك هاي الشروط باسلوب جمالي فكتير عم يرتغب يعني انا اشياء ديكور كتير عم بشتغل اكثر من شغلات بس استعماليه. بتشوفي هن شو بدهم ولا انت ذوقك الخاص بتشي او نصائحك؟ هلا هن بيقولوا لي بدنا قاطع لهالمكان فانا بصمم هذا القاطع بالمشاركه معهم لانه هن اكيد بدهم يسكنوا بالبيت بيقولوا لي بدنا هذا اللون هي الشغل الديزاين هذا المعين بدي دوائر بدي يعني الى اخره بس انا اللي بصممها. نعم. طيب بالختام كلمه بتحبي توجهيها حين عن هي فينا نقول الحرفه وقديش يمكن تطمحي كمان يعني مع هالعمر الطويل في هي المهنه لا قصص جديده ضمن هيدا المجال؟ هلا بتمنى انا دائما تتوفر المواد هون لانه في مشقه بنقل المواد متعبه ومكلفه بنفس الوقت جدا فهي عم تزيد على سعر المنتج وعم تزيد على سعر اي انسان بده يقتني او ياخذ. هلا انا بتمنى يصير فن تشكيلي كامل بمفهوم كل الناس يدخل هذا الازاز يصير من الفنون التشكيليه والتطبيقيه اللي بنشوف لها معارض كبيره. انا بشارك بمعارض الدوله السنويه بشارك باوروبا بمعارض بشارك بالبلد غرناطه اللي انا تعلمت فيها كل سنه بيدعوني اني انا شارك فيها بالمعارض. ايه بتمنى مشاركات اوسع ان شاء الله تتامل المواد اكثر لينتشر اكثر يعني شو مبسوطين فيكي وبهالشيء الجديد جايبتيه معك شو بننبسط كمان لما ست سورية كمان تمثل سوريا بمعارض دولية بنتمنى فعلا تنتشر هي الصناعة سهر الزجاج مع الفن التشكيلي بكل المحافظات السورية وتاخذ صداها اللي بتستحقه. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. احلى شيء بالمشاركات انك انت باسم سوريا بترفعي العلم السوري ونحن كثير سعيدين هي امتع شيء بوجودك. طبعا باقي المحافظات انا نسيت اقول لك انا لي مشاركات بكل المحافظات ومع سيدات اعمال لاديه فدائما في مشاركات بهذا الفن. اكيد نتمنى لك التوفيق ست لمى كوكاش واكيد نحن نعتز ونفتخر فيكي انك بتمثلي سوريا باجمل تمثيل فني وابداع. شكرا كثير لك. شكرا لاستضافتكم. شكرا.